نتابع في النشرة. بعثت أبطال لبنان للحساب الذهني عادت من ماليزيا إلى بيروت حاصدة المراتب الأولى في المسابقة. واستقبال رسمي للبعثة وسط إشادات بالإنجازات التي تحققت على هذا الصعيد. حصدت بعثة أبطال لبنان المشاركة في المسابقة العالمية الأولى للحساب الذهني في ماليزيا 15 جائزة من مرتبة بطل الأبطال و13 جائزة فئة أولى وست جوائز فئة ثانية وجائزتين من الفئة الثالثة. وقد تربع الطالب أحمد شحيمي على رأس القائمة إذ حقق الميدالية المذهلة للتمايز ونال مصطفى محمد شعبان مرتبة بطل عالمي. باسم معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حمادي وبتكليف منه تشرفنا بمرافقة هالبعثة، بعثة الأبطال اللبنانيين، وما حدا بيقدر يقدر شعور الفخر والاعتزاز لما بنشوفهم عم يتكرموا قدام دول مشهورة بالأدمغة الحسابية منهم طاجيكستان اللي طلعت الخوارزمي. طلابنا تفوقوا وتفوقوا على المتفوقين وجابوا هالجوائز وجابوا التكريم الذهبي. شرف كبير لنا انه عم نستقبل هالسنه هيدي اللي متأملين فيها كل خير، عم نستقبلها بحدث تربوي وفكري وعلمي من هالطراز هيدا. وضمت بعثة لبنان نحو 36 متسابقا قامت بتأهيلهم وتدريبهم مؤسسة جينيس ماب للحساب الذهني. هيدي المسابقة هي مسابقة عالمية بتصير مرة بالسنة بهيدي الفترة. اللي بتنظمها هي الحكومة التايوانية بالتعاون مع مؤسسات متميزة بالرياضيات من حول العالم. مؤسستنا صار لها عضو بهذه المنظمة اللي اسمها فاما أكثر من 7 سنين من شارك. هيدي السنة كان عنا فريق مشارك من 36 تلميذ من كل لبنان، الحمد لله من كل المناطق، وشباب وصبايا كان عندهم العزيمة والإصرار، هن وأهليهم وراهم اللي دعموهم واللي صبروا علينا وعليهم. وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن هنأ رئيس البعثة والتلاميذ اللبنانيين المبدعين آملا أن يستوعب لبنان هذه الطاقات. قلنا كبير الفرح أنه أول نشاط لنا سياسي بهاي السنة بال 2018 نكون باستقبال الشباب والصبايا اللي مش نحن جايين نكرمهم، نحن عم نتكرم فيهم. عم نتكرم فيهم طاقات لبنانية شابة واعدة، هيدي ثروة لبنان الكبيرة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال التعليم من خلال العلم. وكانت كلمات تمنت أن يبقى لبنان منبعا للعلم وأن تولي الحكومة القادمة اهتماما خاصا بالطلاب المتميزين.